ما شاء الله ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالسعاده والفرحه ان شاء الله. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، سنين دائمه ان شاء الله، وحياكم الله بربي ان شاء الله يا ربي، ودائما ان شاء الله الازدهار والنجاح، وربي يفضلكم ان شاء الله. بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك، نقول كامل الشعب الجزائري المسلم عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير والعقوبه العام الجاي ان شاء الله. نقول لكم عيدكم مبارك بالأمة الجزائرية والأمة الإسلامية خصوصا، وش نقول لكم؟ ربي يخليكم صحيحتكم إن شاء الله، وأنا قناة الوطنية ربي ينجحها إن شاء الله، والخير على خير إن شاء الله، وجميع مريض ربي شافيه إن شاء الله. من هذا المنبر نقول لكم ربي يحفظكم إن شاء الله وعيدكم مبارك. السلام عليكم، عيد مبارك كل المسلمين وكاع الجزائريين وداخل وخارج الوطن. إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا، وإن شاء الله يشافي كل مرضى، ولما تنقول لهم ربي يرحمكم، وان شاء الله كما يقول لك نبقى دائما مجموعين، وسلامي للقناة الوطنية.